نشرت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأنه سيتم حظر برنامج تيك توك في فلسطين مطلع العام القادم. بدورها نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حظر تطبيق تيك توك في فلسطين ابتداء من بداية العام المقبل. ونشرت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بياناً تنفي صحة الإشاعات المتداولة وتحذر المواطنين بتوخي الدقة والحذر في نشر الأخبار والحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي فقط. وأضاف البيان بأنه سيتم التوجه للجهات القانونية المسؤولة لمحاسبة ناشري الأخبار الكاذبة والمزورة. للمزيد حول هذا الموضوع وتفاصيل أكثر ينضم لنا مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليث دراغمي. أهلا ومرحبا بك معنا. يسعد صباحك وصباح الإخوة المستمعين والمشاهدين. يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية لنبدأ بتفاصيل ما حدث حول الشائعات لحذر تيك توك في بداية العام المقبل. أختي الكريمة، في الفترة الأخيرة كان هناك من دور من الوزارة بتقوم فيه في عمل توعية بخصوص بعض التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، فيسبوك وغيرها. تطرقنا إلى العديد من المواضيع التي تخص هذه التطبيقات في الفترة والآونة الأخيرة. تحدثنا عن مساوئ وبعض الامتيازات اللي ممكن تكون لهذا التطبيق. نعم. هنا كان في جدل في فلسطين، حيث كان هناك حديث واسع بشأن هذا التطبيق. هناك من يؤيد حظره، هناك من يؤيد وجوده، هناك من يتحدث عن امتيازات يكتسبها من هذا التطبيق، وهناك من يقول بأن هذا التطبيق يضيع الوقت ويقوم بإحراف الأطفال وغيرهم. نعم، يعني أيضا برأيك ما هو السبب وراء ظهور هذه الشائعة وانتشارها بشكل كبير خاصة في ظل الأوضاع الراهنة حاليا؟ المحتوى تيك توك اليوم، لا يوجد بيت فلسطيني لا يتطرق إلى ولا يتطلع إلى هذا المحتوى. هناك محتوى أيضا فلسطيني جيد على هذا التطبيق، وهناك محتويات لا تحاكي الرغبات الموجودة عند المواطنين. أختي الكريمة، تطبيق تيك توك يعمل على نظام خوارزميات. المواطن هو من يحدد ما هو المحتوى الذي يريد أن يحضره، بحيث أنه إذا كان هناك محتوى ديني فيتجه هذا التطبيق بعرض المحتويات الدينية لأنه يعمل على نظام خوارزميات. هناك محتوى بصراحة ديني ورياضي وتعليمي وصحي، هناك أيضا مساوئ لهذا المستوى. ولكن ما نقول للمواطنين أنه إحنا بنوجه المواطنين بأن يقوموا بمعرفة رغباتهم التي يريدون أن يحضروا هذا التطبيق والمحتوى الذي يريدونه، ونوجههم إلى المحتوى الجيد. في محتوى فلسطيني يتاح على هذا التطبيق ونحن بحاجة إلى نشره. نعم. أيضا كان هناك في محاربة من بعض الصفحات المشبوهة لمحتوى فلسطيني بحيث أنها تتطرق وتطلب إغلاقه، ولكن إحنا نتجه إلى أن تكون هذه حرية للمواطن. نحن مع حرية المواطن، ولكن نوجه المواطن بأن يوجه أبنائه للاستفادة من هذا المحتوى الجيد في هذا التطبيق. لا يوجد لدى الوزارة لا في نيتها ولا في استراتيجيتها القادمة في الفترة الحالية أي نية لأي إغلاق في أي تطبيق. بالعكس، إحنا إذا واجه أحد المواطنين في محتوى خاص به وهو محتوى جيد على هذه التطبيقات ندعوه أن يتوجه إلى الوزارة للتواصل معنا لمساعدته. هناك عدة صفحات قامت بعض التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو فيسبوك بحظر هذا المحتوى لأنه محتوى جيد وفلسطيني نتيجة ممارسات من بعض الصفحات المشبوهة. تواصلنا مع هذه التطبيقات، بالمناسبة لدينا نقاط اتصال محددة مع جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي ونقوم بعديد من المساعدات. في الفترة الأخيرة، لا أعلم إذا كان لديك علم، كان هناك في حظر للعديد من صفحات الواتساب وموقع التواصل الواتساب لبعض المستخدمين في فلسطين، حوالي زاد عددهم عن 2000 مستخدم. قمنا بالتواصل مع واتساب وخلال ساعات أعادوا جميع الحسابات لأنها كانت حسابات ليست لديها أي مشكلة. ومن هنا من منبركم إحنا بندعو جميع المواطنين إذا واجهوا أي مشكلة التواصل مع الوزارة. أختي الكريمة، الوزارة لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولديها موقع إلكتروني خاص فيها. ندعو من طرفك ونتمنى على جميع المواطنين وجميع الصحفيين إذا كان لديهم أي رغبة بالتواصل مع وزارة الاتصالات الولوج إلى
الموقع الإلكتروني الخاص بها أو الصفحة الرسمية، وعدم إتاحة أي خبر عن الوزارة ولا على لسان الوزير إلا بأن يكون من خلال الصفحة الرسمية والتواصل معنا في الوزارة، ونحن جاهزين للمساعدة. أيضا إذا كان هناك أي مشكلة في قطاع الاتصالات أو قطاع تكنولوجيا المعلومات أو قطاع البريد لوجستية وأي نوع من أنواع المشاكل، نحن مستعدين أن نساعد المواطنين وهذا واجبنا، وبندعوكم أنهم يتصلوا على الرقم 131 على وحدة الشكاوي وإحنا حاضرين لأي مساعدة. نعم، إذن لطمأنة الجمهور أكثر، ليس من المتوقع أي يعني أنه في السنوات القادمة حجب لتطبيق تيك توك أو حتى أي تطبيقات أخرى. إذا كانت نعم، خلينا نحكي كالتالي، الاستراتيجية غير موجودة لأي حظر، ولكن إذا كان هناك من أي تطبيق أي ممارسات باتجاه دولة فلسطين، لكن سيكون هناك رد باتجاه أنه يكون فيه لنا حقوق. لكن هذه التطبيقات اليوم تعامل فلسطين بشكل جيد، مش بالشكل المطلوب ولا المرجو، ولكن نظرا لوجود العديد من الدول التي تضغط على المحتوى الفلسطيني، كما تعلمون هناك يحاربون بعض الكلمات التي تعنينا وطنيا عندما نضعها في هذه التطبيقات في التعليقات على الأقل، ويحاولوا أنهم يحضروا هذه الحسابات. وعلي إحنا في الفترة الحالية ولا في الاستراتيجية حاليا ولا القادمة تقريبا أن يكون هناك في أي إغلاق أو حظر لهذه التطبيقات، لأنه مثل ما تحدثت لك أختي الكريمة، تطبيق توك توك من أفضل التطبيقات الموجود عليه منصات تعليمية وصحية بحدها الأدنى، صحيح، ورياضية للرياضيين اللي بتابعوها. نعم، أيضا في البيان الذي قد نشرته قلتم أنه سيتم التوجه للجهات القانونية المسؤولة لمحاسبة ناشري الأخبار الكاذبة والمزورة حول ذلك. ما الذي ستقومون به في حال الكشف عن مصدر هذه الشائعة؟ نحن سنتوجه إلى القضاء والنيابة العامة أختي الكريمة. نحن نقول هذه الأخبار الضالة قد تربك المواطنين، وأنت شاهدتي وبدليل أنك تواصلت مع الوزارة للحصول على المعلومة الصحيحة. صحيح. عندما يكون هناك إرباك نتيجة أخبار ضالة، لا يوجد أي فلسطيني يقبل بأن يكون هناك إرباك في هذا المجال، وهذا محتوى الفضاء الإنترنت. هذه مساحات واسعة ديمقراطية، يستطيع الجميع أن يكتب عليها ما يريد، ولكن نتمنى على الجميع، وهذا تمني، أن نتمنى عن الجميع بأن يتطرق أي مواطن لأي صفحة مثل صفحة وزارة الاتصالات، ونحن مثال، أنا أتحدث باسم الجميع، المصدر الرئيسي لهذه المعلومة هو صاحب الصفحة أو صاحب الخبر أو صاحب المؤسسة. هنا لدينا مشكلة، هناك من تسبب في إرباك المواطنين، وصلنا العديد من مئات المكالمات لنفس الموضوع، فلذلك خرجنا وقمنا بنفي الخبر نتيجة أنه فعلا لم يكن لدينا علم ولا أي تصريح على أي حدا من الوزارة بشأن هذا الأمر بأنه سيكون هناك إغلاق لهذا التطبيق. نحن مع الحريات ونحن مع التطبيقات التي ممكن أن تفيد، صدقيني ممكن هناك من يستفيد من هذه التطبيقات بفائق يزيد عن 80 أو 90% من هذه الشرائح من المواطنين، نوجه 10% من هذه المواطنين وقد يكونوا أقل بكثير، نوجههم ونوعيهم لاستخدام هذا التطبيق بالشكل الأمثل. نعم، إذن شكرا لك مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليث دراغمي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.